مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة بوسكورة نواحي مدينة الدار البيضاء. اليوم معنا الفاعل الجمعوي السي عبد العزيز، عذكرني بسمية عزيز حتروف، اللي غيهضر لنا على انعدام الفضاءات الرياضية في منطقة بوسكورة، وكيقول أن حتى الشركة اللي كتكلف بتجهيز ديالها توقفت على الأشغال ديالها. نخليو السي عزيز يعطينا التفاصيل. السلام عليكم خويا عزيز. وعليكم السلام، مرحبا بك. صراحه اقليم الوسط بصفه كليه في انعدم لهذه المنشات الرياضيه. وكيف شرط لكم المنشات الرياضيه على سبيل المثال القاعات المؤقتات اللي كتحتفظ بها ذلك، والملاعب ديال القرب اللي هي شبه منعدمه، ماشي غادي نقولوا منعدمه بصفه كليه ولكن شبه منعدمه. وكيف كتعرفوا الزياره ديالكم هنا للمشروع فيكتوريا اللي كينتمي لاقليم المواصر، مشروع فيكتوريا اللي كيتوفر على جهه ديال الملاعب ديال القرب، والكثافه السكانيه ديالو اللي هي كثافه سكانيه كثيره، ما غاديش تكفي هاد جوج ديال الملاعب. دابا كيف كنتوصلوا بمراسلات من طرف ابناء النطاقه كيعانيو من الاكتظاظ والوقت ديال هاد الملاعب هذا، لان جوج ديال الملاعب ديال القرب ما كافياش. فصراحه هذا الشيء كيحز بالنفس، وكنتمناو من الجهات المسؤوله والجهات العليا بالقدوم ديال السيد عامل اقليم المواصل، السيد العامل الجديد السي جلال بن حيون اللي كنحييه من هذا المنبر هذا. فكنتمناو صراحه كنتمناو واحد الالتفاته بخصوص تجهيز المنشآت الرياضية. وكنت سبق لي وتكلمت معكم حول واحد الإنجاز ديال واحد القرية رياضية اللي كانت غتكون في المدخل ديال المشروع فيكتوريا النصر الله صالح. هاد القرية الرياضية اللي كانت تحطات في البرامج الانتخابية ديال أحد الأحزاب السياسية، وباقي لحد الآن ما شفناش هذه القرية الرياضية حيز التنفيذ. فكنتمناو من الجهات المسؤولة والجهات المعنية بالأمر وعلى رأسهم مجلس جماعة ولاد صالح باش ياخذوا الالتفاتة. وكيف كتعرفوا بأن المغرب الحديث بأنه مقبل على جوج ديال التظاهرات عالمية وقارية، مثل كأس الكان اللي غادي يتنظم عندنا هنا في المملكة المغربية، وكذلك كأس العالم اللي غادي يكون هو ينظم سنة 2030 بشراكة مع دولة إسبانيا والبرتغال. فكنتمنى واحد الالتفات. الرسالة ديالك خويا عزيز؟ بالنسبة للرسالة ديالي راه دائما كنشير دائما للجهات المسؤولة، يعني ملي كنوصلوا الصوت ديالنا وكنوجهوا الرسائل ديالنا فراه حنا كنوجهوها للجهات المسؤولة، وعلى رأسهم السيد والي جهات الدار البيضاء الكبرى، جهات الدار البيضاء 16 السيدة أمهيدية، وكذلك السيد عامل اقليم المواصل السي جلال بن حيون اللي هو توافد على المنطقه وهو جديد بالمنطقه. فكنتمناو الصوت ديالنا يوصل لهم ويتنجزوا ويخرجوا حيز التنفيذ هذه المنشات الرياضيه. وعلى سبيل المثال وعلى سبيل الذكر ديالها، فهذه المنشات الرياضيه اللي خصها تكون عباره عن قاعات مغطاه اللي كتفتقد لها المنطقه، على ملاعب ديال القرب، على منشآت ملاعب ديال التنس كذلك، اللي الحمد لله راه عندنا ابطال وعندنا دي مونيتور هنايا اللي كيقتلوا معنا هنا داخل مشروع فيكتوريا، ولكن راه الاغلبيه ديالهم خدامين كثيره للامال وخدامين في الكلوب ديال بين سيور. فكنتمناو صراحه كنتمناو خصنا منشآت رياضيه باش نقدروا نقضوا الشباب ديال المنطقه.
نسولك علاش الشركه اللي قلتي لي ديال التجهيز ديال هاد الملاعب زعما حبست على الاشغال ديالها؟ بخصوص الشركه لا داعي لذكر الاسم ديالها. الشركه اللي مكلفه بالتجهيز ديال مشروع فيكتوريا اللي هي توقفات عن العمل ديالها لمده ما يزيد على 5 اشهر تقريبا ما يزيد عليها. فلحد الان كانت واحد الاتصال بالسيد رئيس الجامعه خلال الاسبوع المنصرم ربما يوم الاربعاء او الخميس من اجل طلب الحصول على المعلومه. واخا كان اتصال هاتفي ما كانش واحد الزياره مباشره للمجلس ديال الجامعه. وتناقش مع هذا الموضوع هذا ديال الشركه اللي مكلفه بالتجهيز. فعلى حسب الاقوال ديال السيد الرئيس كيقول باللي الشركه المكلفه بالتجهيز ما مخلصاش الشركات اللي ديال الخدامه باش يكملوا الاعمال. فهذا هو المشكل اللي كاين. وعلى حسب المعلومات بان الشركه هذه غدا في الافلاس. فكنتمناو صراحه لان هذا المشروع تابع للمبادره الملكيه للتنميه البشريه اعاده ايواء دور الصفيح. فخاص هذه الشركه هذه وخاص الجهات المسؤوله بالدرجه الاولى باش دير واحد البحث ديالها حول هذا الامتناع ديال الشركه بعدم مزاوله الاشغال والاكمال ديال الاشغال اللي هي كاينه في دفتر التحملات. فكنتمناو صراحه من الجهات المسؤوله باش يكون واحد التدخل. شكرا لك خويا.